السر الرياحي معنونة بعلم الجمال مدخل لبناء المهارات الحياتية. مقدم نبدأ عن الدكتور زهير عيسى، وباحث في علوم اقتصادية وديداكتيك اللغة العربية، حاصل على الدكتوراه في علوم اقتصادية، رئيس قسم اللغة العربية بالأكاديمية الأمريكية، له العديد من الدراسات والبحاث المنشورة عربية ودولية، شارك في العديد من المؤتمرات الدولية والوطنية كذلك. والدكتور محمد الرياحي أستاذ باحث في السينما وبلاغة في الخطاب، له عدة مقالات في التخصص نفسه، أستاذ اللغة العربية بالإمتنان والتأهيلي، وأستاذ علوم تربية بكلية الموسيقى بالدار البيضاء. حاصل على الجائزة الكبرى من مهرجان سينما الإعاقة الدولي لأفضل فيلم شبابي صبوي. فليتفضل مشكورين وشكرا لك. السلام عليكم. حضور الكريم، أستاذ الزملاء الكريم، سعيد بتواجدي معكم هنا لأعرض بعض من المناقشات التي جمعت بين تخصصين بعيدين، تخصص أستاذ زهير عيسى من موقعه في علوم التربية، وتخصصي من موقعي في تخصص في خطاب سينمائي وعلم الجمال. المدخلة بعنوان علم الجمال مدخلا لبناء المهارات الحياتية. كما تعلمون أن كل أنظمة تربوية تهدف إلى غاية واحدة، وهي بناء المواطن الصالح الذي يستطيع الاندماج في مجتمعه والتكيف مع التطورات وتغيرات عصره. هذه الغاية تجعله حريصا كل الحرص على أن يبلور تصورا عاما حول هذا المواطن المستقبلي بما هو كفايات يجب أن يقتنيها عبر تسلسل أو تغيرات عصره وتغيراته في الزمن والمكان. الملاحظ اليوم أن متعلم اليوم وفي ظل الانفجار المعرفي والتدفق الهائل والسريع عبر وسائل التواصل والاتصال والتكنولوجيا والاتصال، أنه لم يعد يجد في المناهج والبرامج التي يدرسها ويتلقاها في الفصل الدراسي تلك الحافزية التي تجعله يتطور ويتعلم بشكل مأمول والذي نرغب فيه. طبعا لا سيما أنه يرى أن هذه المناهج وهذه المقررات وهذه البرامج هي برامج شبه جامدة مقارنة مع التدفق الهائل للمعارف عبر الوسائط التكنولوجية وفي عصر الإنترنت. طبعا هذا الأمر الذي تحكمه مجموعة من الشروط أنه مقيد بالفصل الدراسي الذي ينحصر في أسوار ضيقة تحصر المعارف وتحصر الخبرات والتجارب التي يمكن أن يعيشها أو أن تحفز فاعليته في بناء التعلمات خاصته. من هذا أنا لا أقول ونحن لا نقول بلا جدوى من الدرس داخل المؤسسة، ولكن نقول ندعو الجميع إلى أن يعيد التفكير باستثمار درس التاريخ. وأقصد هنا بدرس التاريخ الطريقة التي تعلم بها قابيل كيف يدفن أخاه من خلال مشاهدة غرابين يقتتلان فيه، فيدفن الواحد بأخيه من بني جنسه. وأقصد أيضا بالطريقة التي تعلم بها الإنسان القديم الذي لاحظ أن البذور التي تسقط منه سرعان ما تنبت نباتا يأخذ منه ثماره وغذاءه. هذه الملاحظات التي تظهر بسيطة غيرت مسار الإنسانية جرعا، فانتقلت بالإنسان من نمط الذي يقوم على الترحال واللقط والصيد إلى نمط آخر ونمط الزراعة أو الاستقرار. وهذا النمط الذي تفاقمت عبره مجموعة من الملاحظات لبناء الإنسانية هو نفسه الذي سيدعوه إلى ملاحظة أن الحركة الدائرية تخفف عنه العبء.
ادعوكم لاقتباس بعض الدروس مما من مشاهده الاطفال الصغار حديثي الولاده وهم يتعلمون اشياء ربما نراها انها بسيطه ولكن هي تؤكد عالمهم وتبني خبراتهم. من هنا نستنتج حقيقه واحده وان كل هذه الدروس تعلمنا ان فعل التعلم ينبثق من امرين اثنين، اولهما ان اختبار الحياه في وضعياتها الحيه يعلمنا اكثر مما تعلمنا الانشطه الصفيه. النقطه الثانيه وهي مركز في هذه المداخله هي ان الحواس هي اول اليه يمكن ان ننفذ بها الى عالمنا ونتعلم عن طريقها. هذه الملاحظات يؤطرها علم وعلم جمال. لقد استجاب الانسان في هذا السياق الى غريزه التعلم بالتقليد فشحذ لذلك حواسه واعمل فكره في بناء ملاحظاته ليحاكي قوانين الطبيعه. لكن هل يلقى سؤال؟ هل يلقى كل ما نلاحظه لان يكون موضوع تعلم؟ طبعا الاجابه قطعا لا. إذ ما نلاحظه ويكون مسارا وموضوع تعلمنا هو ملاحظاتنا للأشياء التي تثير اهتمامنا إما لجمالها أو جلالها. من هنا أخذ استنبط أرسطو فكرته حول فكرة الجمال فقال أنها هي المحاكاة. إذا بهذا التأطير الذي سوقته أقول يتعلق الأمر هنا بمعرفة يتم تشييدها من طريق الحواس، معرفة تختلف عن المنطق الموجود في العلوم. هذه المعرفة وهذا العلم أسماه باحث فيلسوف بومغارتن الاستيطقاء، وهي علم الاستيطقاء أو علم الجمال أو نظرية الآداب الجميلة أو نظرية الفنون، وهي محاولة وهو تصور علمي رد به موضوع الجمال من الفلسفة إلى مجال العلوم، فهو حقيق أن نتعامل معه على أساس أنه علم يوازي العلم العلوم الحقة والعلوم الاجتماعية إلى غير ذلك. طبعا هو يعيد الاعتبار للمعرفة التي نستقيها عن طريق حواسنا لأنها كانت مقصية من مجال الموضوعات العلمية والتي يمكن أن نبني عليها ونكون عليها جيلا قادما أو نبتني من خلالها مجموعة من الكفايات. وبناء على هذا فهو يقول أن هناك نوعين من المعرفة يجب أن نتعامل معهم بمنطق داخلي لهذه المعرفة. فالمعرفة العلمية هي معرفة نسميها المعرفة العليا وتعتمد على المنطق، والمعرفة الحسية هي معرفة الدنيا يجب أن نتعامل معها بمنطقها الخاص. وهذا يحيلنا على فكرة التفوق الشعبي في المدرسة المغربية أو المدرسة في العالم ككل. فنتحدث عن شعب علمية تستقطب أكثر تلاميذنا وشعب أدبية ربما يتعاملون معها تعامل منبود الأجر. طيب إن هذا العمل سيحاول أن يعيد الاعتبار لهذه المعرفة الحسية ويفتح المجال للتعلم أكبر، لا سيما إذا نظرنا في الحيز الزمني المخصص للدراسة. الوقت. طيب هنا أنا أقول أن اشتغالنا على علم الحواس أو العلم الذي يدرس المعرفة المتحصلة عن طريق الحواس هو بمثابة توسعة لمجال تعلمنا. 4 ساعات التي يقضيها التلميذ أو 8 ساعات التي يقضيها كمان في التلميذ في القسم هي لا تشكل إلا جزءا بسيطا من الحياة التي يعيشها خارج القسم، وبالتالي فإننا عندما نجعل كل موضوع تعلمي هو موضوع منطقي فإننا نقصي مجموعة من المعارف التي نستقيها عن طريق مبدأ اللذة ومبدأ المتعة.
فحينما نستمتع نحب التعلم، وحينما نتألم أيضا ننفر أيضا من التعلم. فلذلك موضوع كان السؤال الذي سننطلق منه في هذا البحث والإشكال هو كيف يكون علم الجمال مدخلا للتعلم المهارات الحياتية؟ أيضا ما هي هذه المهارات الحياتية التي يمكن أن نتعلمها عن طريق الحواس؟ طيب طبعا سنقسم هذا البحث إلى مبحثين. المبحث الأول نطرح فيه الكيفية التي يساهم فيها علم الجمال في تأطير المعرفة الحسية التي ندركها في أفق اكتشاف الحقائق وبناء المهارات الحياتية. المبحث الثاني وهو تعريف المهارات الحياتية والنظر فيها من منطقها الداخلي كيف يتجلى فيها الجمال. طبعا هنا سنعتمد على لأن موضوع البحث هو نظري فإننا سنعمل على استقراء بعض المفاهيم وتحدث عن مجموعة من التصورات، تصور بومغارتن وتصور كانت وتصور هيجل. أيضا سنستقرأ المهارات عن طريق الوصف والتحليل، المهارات الحياتية، وننظر فيها كيف يتجلى فيها الجمال. طبعا خلصنا في هذا البحث. يتوصل إلى المعرفة من طريقين، طريق العقل وطريق الحس. هذه المعرفة الحسية لا تكون موضوع التعلم إلا إذا كان تحقق فيها شرط الكمال، وشرط الكمال يتحقق عن طريق ما تثيره من إحساسات مصاحبة لأشد التأثيرات. لا تستقيم أيضا المعرفة الحسية الكاملة إلا بحضور التناسب العقلي والتناظر مع نظام الكون، نظام الطبيعة. التأكيد على مركزية الجسد في اختبار الخبرات، وهذا الجسد له ذاكرة، ومن هذه الذاكرة ننمي ملكة الخيال، ملكة الحدس، وملكة الذكاء. إن المتأمل هذه الملكات سيجد أنها تخاطب ثلاث أبعاد في متعلمينا وأبنائنا. ولا سأستعمل النشر لأنه أعسف جرس الاختيار. شكرا. بحث حقيقة رائع جدا، حديث لأنه مهارات حديثة، فنحتاج الطلبة يحتاجوا بأمس الحاجة. طلبت ثلاث تخصصات: الإدارة والإعلام زائدا الفنون الجميلة. أأمل أن أدخل موضوع فصل أدخل مو فصل آسف فقرة مهمة خلينا نقول بالبرمجة العصبية، موضوعك العلاقة بالبرمجة العصبية، لأنه أنت اضطرت إلى التركيز على حركة الجسد وما إلى ذلك، هذه كلها موضوعها بالبرمجة العصبية. زائدا عندك تقدم تعريف المهارات الحياتية على طريقة المساهمة، يعني ابدي بتعريف المهارات الحياتية وبعدين اشرح الموضوع الثاني اللي هي طريقة المساهمة. وكبر حقيقة يعني بحث جديد وجميل ورائع، وكمله إن شاء الله وتطلع موافقة النشر على طول. وبارك الله بجهودكم.